تصريحات قائد الأركان الإسرائيلي الأسبق بني جانس المنتظرة في الغد خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ إعلانه عن ترشحه للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة. بدأت صورة الانتخابات الإسرائيلية تزداد إثارة مع تبلور هوية حزبه الجديد. بني جانس في الوقت الحاضر يقود معسكرا سياسيا جديدا، ولابد لخطابه الأول أن يكون له تأثير وأبعاد. التحليلات الصحفية الإسرائيلية اختلفت فيما بينها حول الأثر الذي يمكن أن يخلفه خطاب جانس على الناخب الإسرائيلي وتوجهاته، لكنها اتفقت في الوقت ذاته أن دخول جانس معترك الحياة السياسية والائتلاف الذي يحاول بنائه في قائمته الانتخابية التي لم يعلن عنها بعد كفيلة بأن تغير الخارطة السياسية الإسرائيلية. بعض التحليلات ذهبت باتجاه إمكانية استحواذ جانس على مقاعد على حساب اليسار الإسرائيلي، فيما ذهبت بعض التحليلات الأخرى باتجاه حصوله على عدد أكبر من المقاعد المحسوبة على اليمين ويمين الوسط. هذا الخطاب سيلحقه بالتأكيد استطلاع للرأي العام، وسيكون لهذا الاستطلاع يعني أهمية كبرى لتحديد مستقبل هذا التيار السياسي ومن يقف على رأسه. وإن كانت التخمينات والتحليلات، يظل قول الناخب الإسرائيلي القول الفصل في معركة انتخابية قد يكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل رئيس الحكومة نتنياهو للفوز بمنصب رئيس الحكومة لولاية أخرى، بالرغم من استطلاعات الرأي جميعها التي تتفق على كونه الأوفر حظا لشغله.